السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مسز حنان الشريف. يا ريت نعمل لايك واشتراك في القناة للناس اللي هي أول مرة تشاهد القناة. ما زلنا برضو في منهج الصف الأول الابتدائي الترم الثاني يونت 12. Yes, let's go shopping. Let's go shopping. هيا بنا نذهب لنتسوق. بيقول لي هنا look, listen and repeat. Look, listen and repeat. انظر واستمع وكرر. What's this? What's this? It's a jacket. It's a jacket. Yes. What are these? What are these? قالي they are socks. They are socks. They are yellow. They are yellow. Yes. يعني الكلام ده. Let's go shopping. هيا نذهب لنتسوق. Yes. Look, listen and repeat. Repeat. انظر واستمع وكرر. What's this؟ ما هذا؟ لما بسأل عن شيء مفرد وقريب مني بقول ايه؟ What's this؟ ما هذا؟ لما اجي اجاوب على السؤال ده بقول it's و a jacket، واقول اسم الشيء اللي انا بشاور عليه. Yes. هنا لما بسأل عن الجمع، طبعا زي ما احنا خدنا قبل كده ان في الانجليزي ما فيش مثنى، عندي مفرد يا مفرد يا جمع، يعني اتنين في الانجليزي يعتبر جمع. فهنا what are these? What are these? ايه دولة؟ قالي they are socks. They are socks. انها جوارب. They are yellow. كمان لونهم ايه؟ اصفر. لغاية هنا اوكي. Let's complete. يلا نكمل. Listen to. الدرس التاني بيقول listen, point and say. استمع واشر وقل. Sweater. Sweater. Jacket. Jacket. Skirt, skirt, T-shirt, T-shirt, socks, socks, panties, panties, shoes, shoes, zipper, zipper. Yes, sweater اللي هو sweater، السويتر اللي احنا بنقول عليه sweater، jacket اللي هو من اسمه jacket، skirt اللي هي جيبة أو جونيلا، T-shirt اللي هو التيشيرت، socks اللي هي جوارب، panties اللي هو ايه بنطلون، shoes اللي هو حذاء، zipper اللي هي ايه سوستة. yes بيقول لي ask and answer. ask and answer اسأل وأجب. طبعا هنا عندي skirt، shoes، socks، jacket، T-shirt، sweater. Yes. هنا بيقول لي look at number one. انظر إلى رقم واحد. What's this? What's this? ما هذا? What's this? قال لي it's a skirt. It's orange. It's a skirt. It's orange. إنها جيبة وكمان لونها برتقالي. Yes. Look at number two. تعال بص كده على number two، رقم اتنين. قال لي what are these? What are these? ايه دولة؟ What are these؟ ايه دولة؟ قالي they are shoes. They are white. They are shoes. They are white. طبعا عرفنا لسه موضحينها ان انا لما بسأل عن مفرد بقول what's this، لما بسأل عن جمع بقول ايه what are these. طيب هنا look at number، وهنكمل باقي التمرين على نفس النظام ده، هقول ايه look at number three. بص كده على number three، رقم تلاتة، number three. What are these? ايه دولة؟ لما اجي اجاوب زميلي او زميلي هيجاوب هيقول ايه they are socks. Yes. Look at number four. بص كده على رقم اربعة. What is this? او what's this? ايه ده؟ لما يجي زميلي يجاوب او زميلتي هتجاوب على السؤال ده بقول ايه it's a jacket. Yes. Look at number five. بص كده على number five. What's this? ما هذا؟ لما اجي اجاوب اقول ايه it's a jacket او this is a t-shirt. sorry this is او it's a t-shirt او this is a t-shirt. عايز اقول اللون اقول it's green. yes. Look at number six. بص كده على رقم ستة. what's this؟ ما هذا؟ اقول ايه it's a sweater. it's a yellow. لو حبيت اقول الالوان yes برضو تبع التمرين. لغاية هنا اوكي. بيقول لي language what are these؟ قال لي they are shoes. اللغة هنا على أساس إن أنا كل الخلاصة بتاعة الدرس ده وده أو الصفحة دي ودي
الخلاصة ان انا لما بسأل عن شيء مفرد بقول ايه what's this، لو لما اجي اجاوب اقول it's a واقول اسم الشيء اللي انا بسأل عنه، لما اجي اسأل في الجمع اقول what are these، لما اجي اجاوب اقول ايه they are واقول اسم الشيء، ولو حابب اذكر اللون برضو بس بقول اللون معاه. لغاية هنا اوكي let's complete. يلا نكمل. jump اللي هو يقفز، jacket اللي هو جاكيت، جام مربى، فان عربة، عربة كبيرة أو عربة نقل أو شاحنة، فايلن، فايلن الكمانجة أو آلة الكمان، فيت اللي هو ايه طبيب بيطري. يس لغاية هنا اوكي let's complete. يس هنا بيقول لي ج learn to write with busy bee، تعال اتعلم اكتب مع busy bee. ج هبدأ من فوق كده لغاية آخر الحرف زي اتجاه السهم ده. جام، جامب، جاكيت، ذ ببدأ من الشمال كده وبعمل حرف الفي، فان، فيت، فان، فيت لغاية هنا اوكي. يعني هنا بيقول لي look trace and say، هتنظر للكلمات دي وبعد كده هتدوس على النقاط دي ونفضل نقول في الكلمات say يعني يقول لغاية هنا اوكي let's complete. هنا بيقول لي learn about words with busy bee، تعال اتعلم عن الكلمات مع النحلة المشغولة. violin، violin نقص حرف ال v، jam، jam نقص حرف ال j، jump، jump نقص حرف ال j، five، five حرف ال v، van عربة نقل نقص حرف ال v هنا. yes pajamas، pajamas أو pajamas اللي هي البيجامة. yes نقص حرف ال j، j لغاية هنا اوكي let's complete. يلا نكمل. هنا بيقول لي look read and match، انظر واقرأ ووصل. yes socks طبعا ده يعتبر جمع زي ما قلنا، هستخدم هنا يا اما it's يا اما they are، they are it's. طبعا زي ما اتفقنا قبل كده ان المفرد بستخدم it's والجمع بستخدم they are او they are. عندي هنا socks طبعا هتعتبر جمع لان قلنا حتى لو اتنين في الانجليزي يعتبروا جمع بعملهم معاملة الجمع، اقول they are socks. طيب جاكيت هقول ايه it's a jacket، اوصل الجاكيت ده ب it's وبعد كده اوصلها بايه a jacket. number three طبعا تي شيرت تعتبر مفرد، اقول it's a تي شيرت، it's a تي شيرت، هوصل كده التيشيرت ب it's وبعد كده a تي شيرت. yes number four shoes تعتبر ايه جمع، هقول ايه they are shoes، shoes دي هوصلها بكلمة they are وأوصلها بshoes لغاية هنا اوكي. التمرين ده بيراجع لي بيراجع كل اللي احنا خدناه قبل كده في الدرسين الدروس اللي عدت اللي هو it's بستخدمها مع المفرد و they are بستخدمها مع الجمع لغاية هنا اوكي let's complete. يلا نكمل. yes الدرس ده بيقول لي tidying up، tidying up يعني التنظيم او الترتيب. number one listen to the story then role play، listen to the story then role play، استمع الى القصة ثم تبادل الادوار. قال let's put the clothes away، let's put the clothes away، يلا نضع الملابس في مكانها. هاني and هنا please help، من فضلك يا هاني، من فضلك يا هاني ويا هنا تعالوا ساعدوا معايا، please help أرجو المساعدة. is this your skirt، هل الجيبة دي بتاعتك يا هنا؟ قلت له yes it is، yes it is لغاية هنا okay let's complete. يلا نكمل. قال are these your panties، هنا بتسأل هاني are these your panties، هل البنطلون ده بتاعك؟ yes they are، yes they are. is this my t-shirt، هل التيشيرت ده بتاعي؟ is this my t-shirt، no it isn't،
This is your t-shirt. لا مش بتاعي ده تيشيرت ده بتاعك. Yes. لغاية هنا اوكي. Let's complete. Yes. هنا الدرس ده project. Project اللي هو المشروع بتاعي. قال لي اول مشروع work in groups. اعمل في مجموعات. Draw and make a seasons chart. اعمل اعمله في مجموعات وطبعا هتعمله ايه seasons فصول. عندي ده summer winter spring yes fall وقت الخريف yes summer الصيف الشتاء اللي هو winter الشتاء و spring الربيع و fall وقت الخريف. role play what you wear in each season. بيقول لي وانت ارسم هتعمل هتلبس ايه في الفصل بتاعك. يعني كل واحد هيختار فصل من اربع اصدقاء دول يختار فصل وبعد كده هيرسم الملابس اللي هو هيرتديها في الفصل ده اللي بتعبر عن السيزن ده عن ايه الفصل من الفصول السنة. وزي ما خدنا قبل كده في الوحدة السابقة الفصول seasons عندي spring الربيع summer الصيف winter الشتاء فول الخريف. yes لغاية هنا اوكي. let's complete. يلا نكمل. yes بيقولي هنا show and tell. بعد ما تخلص الرسومات بتاعتك اللي بتدل على الزمن على الفصل show and tell ورينا كده واخبر اصدقائك. هنا طبعا هو فصل ايه فصل رسم الفصول كلها واختار الفصل اللي هو مختاره اللي هو فصل ايه فصل الصيف اللي هو summer. yes هنا طبعا ده عبر عن فصل الشتاء بالمطر اللي هو winter فصل الربيع اللي هو بالورد ده اللي هو متفتحة الأزهار بيكون الأزهار فيه متفتحة اللي هو فصل الربيع وفصل الخريف اللي هو بتساقط الأوراق بتاعت الأشجار اللي هو fall فصل الصيف بالسمر بالشمس it's a sunny بيكون مشمس. yes هنا بيقول لي look and draw انظر وارسم vocabulary المفردات socks shoes jacket violin panties jam yes phonics j j and v طبعا ده كله مراجعة على الوحدة الكلمات اللي وردت في الوحدة yes jacket van life skills المهارات الحياتية طبعا لما كانوا ايه بيرتبوا الملابس put away the clothes يضع الملابس في مكانها role play تبادل الأدوار لما زي ما شفنا في story في القصة project المشروع كان عن الفصل اللي انت بتختاره season اللي انت بتختاره وبترسم وتعبر عن الرسمة بتاعة الفصل اللي انت بتختاره لغاية هنا okay let's complete. yes هنا بيقول لي play time وقت اللعب color and number one color and say لون وقل then write ثم اكتب. قال لي it's a skirt انها جيبة it's blue لونها ازرق and orange ازرق في برتقاني yes فهنا رسم ايه skirt الجيبة. طيب بعد كده هنعمل هنقول الالوان براحتنا يعني زي ما احنا عايزين وهنوصف ونشوف ايه اللي احنا بنوصف فيه. هنلون 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 كل واحد هيلون طبعا على حسب ما هو حابب يلون التيشيرت والسوكس والجاكيت والبانتس. وبعد كده واحد من اصحابك يقول لك ايه ده لونه كذا مثلا لون اخضر اتس جرين لو احنا مثلا نفترض ان التيشيرت لوناه باللون جرين الاخضر فصاحبك يقول لك مثلا ايه اتس جرين اتس جرين او اتس تيشيرت اتس جرين ولونه اخضر هتقول له طبعا ايه تي شيرت وهكتب الكلمه تحتيها هنا تي شيرت هنا سوكس جاكيت بانتس لغايه هنا اوكي ليتس كومبليت. اخر درس عندي هنا بيقول لي لوك ماتش اند رايت ج اور ذا يس بيقول لي انظر ووصل واكتب الحرف يا اما ج يا اما ذا جامب اللي هو يقفز وادي ايه هوصلها فايلن ذا 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 violin يبقى بالفي ج ج ج ج ج ج جام اللي هو بالجي جاكيت ج جاكيت بالجي فان ف ف فان بالفي فيت
فيت طبيب بيطري ب ال في. وبكده يبقى خلصنا يونت 12. and let's complete unit 13. نكمل مع بعض الوحدة 13. yes unit 13 عنوان الوحدة I can see a rocket. I can see a rocket. أستطيع أن أنا أستطيع أن أرى صاروخ. listen read and repeat. استمع واقرأ وكرر. تعال نشوف هنا بعض المفردات، تعال نشوفها. قال لي هنا يات، يات اللي هو اليخت، موتور بايك، موتور بايك اللي هو موتوسيكل. يس هنا عندي تاني، ناخد بس المفردات الأول وبعدين نشوف الجمل هنا المحادثة. بايسكل، بايسكل اللي هي دراجة. أسترونوت، أسترونوت اللي هو رائد فضاء. روكيت، روكيت اللي هو صاروخ. ترك، ترك شاحنة. يس هنا وباص اللي هو ايه أتوبيس. قال لي I can see a truck and a bicycle. يوسف هنا بيقول لنا I can see a truck، أنا أستطيع أن أرى شاحنة and a bicycle ودراجة. Yes. What can you see؟ لما حد بيسأل هنا بيقول What can you see؟ أنت شايف إيه؟ Yes. I can see two motorbikes. I can see a truck and a bicycle. I can see two motorbikes. اتنين من الموتوسيكلات. Yes. هنا هي اللي بتجاوب على السؤال ده برضو، قالت هنا I can see a bus. I can see a bus. أنا شايف أتوبيس. يس لغاية هنا اوكي. يبقى هنا عند المفردات المهمة عندي يات، موتور بايك وسائل مواصلات، استرونوت رائد فضاء، روكيت يعني صاروخ، ترك شاحنة، بايسكل دراجة، وعندي باص اللي هو الاتوبيس. لغاية هنا اوكي. let's complete. listen point and say. listen number one. listen point and say. استمع وأشر وقل. بس، بس اللي هو توبيس. بايسكيل، بايسكيل دراجة. كار، كار سيارة. موتور بايك، موتور بايك. هنقسمها الكلمة دي عشان ما حدش يقول مثلا كلمة طويلة شوية، احنا نقسمها الاتنين. موتور لغاية موتور، MOTOR. بايك، موتور بايك اللي هو ايه، موتوسيكل. تراك، تراك شاحنة. فان، فان عربية نقل. ترين، ترين اللي هو قطار. يات، يات اللي هو يخت. روكيت، روكيت. ونلاحظ هنا في يات كأن السي اتش مش منطوقة اصلا. يات، روكيت صاروخ. نمبر تو بيقول لوك اسك اند انسر. انظر واسأل وأجب. What can you see؟ انت شايفة ايه؟ قلت I can see two bicycles. I can see two bicycles. انا شايفة ايه؟ دراجتين. هي زي ما هي موضح هنا في الرسمة. Yes. ايه؟ two bicycles. قلت لها I can see two bicycles. انا شايفة دراجتين. Yes. language اللغة هنا عندي بيقولي I can see two cars. يعني لما بقول أنا أستطيع أن أرى بقول إيه I can see، أنا أستطيع أن أرى. لغاية هنا أوكي. let's complete. yes هنا بيقولي حرف ال X Y و Z. X نطق الصوت أو صوت الحرف X، Y Z Z. بيقولي learn phonics with busy bee. تعال نتعلم الأصوات مع النحلة المشغولة. number one listen and repeat. استمع وكرر. yes box، box six fox، box six fox. yat، yat yogurt، yogurt yoyo، yoyo. ملاحظين هنا حرف الاكس كس، الواي ي ي، زي زيبرا، زيبرا، زو
زو زبر زبر اللي هي ايه سوستة بوكس اللي هو صندوق. طبعا واضح الكلمات معاني الكلمات من الرسمة بس هنوضحها. بوكس اللي هو صندوق، سيكس اللي هي ستة، فوكس اللي هو ثعلب، يات اللي هو اليخت، يوغورت اللي هو زبادي، يويو اللي هي لعبة اليويو، زيبرا اللي هو حمار وحشي، زو حديقة حيوان، زبر اللي هي ايه سوستة. لغاية هنا اوكي let's complete. يلا نكمل. هنا بيقول لي حرف طبعا الاكس، الواي، اي زي ما خدنا في الكلمات اللي في الدرس اللي قبل ده. بيقول لي learn to write with busy bee، تعال نتعلم نكتب مع البيزي بي النحلة المشغولة. حرف الاكس طبعا ببدأ هنا من الشمال ده، بعمل كده خط مايل وبعدين خط التاني اكس، سكس، بوكس، فوكس، وهدوس طبعا على النقاط دي، هتتبع النقاط دي. يس الواي ببدأ من هنا من الشمال من ناحية دي كده وبنزل كده. يس يوغورت يوغورت يويو، بدوس على النقاط بتاعتي اللي هي في حرف الواي، اكس والواي الكلمات. وهنا الخلاصة يعني من الدرس ده انك انت بتعرف تكتب ازاي حرف الاكس، طبعا سهل علينا ان شاء الله سنة اولى، وحرف الواي. لغاية هنا اوكي، ده الجزء ده خاص بالكتابة. يس ليتس كومبليت، يلا نكمل. يس هنا بيقول لي حرف الاكس والواي والزي، learn to write with busy bee، تعال نكتب مع النحلة المشغولة، اتعلم تكتب ازاي. نمبر 1 look trees and say، انظر وتتبع وقل. زي زي زو زو زبر زبر، طبعا هدوس على النقاط دي. قال لي نمبر 2 listen and write the missing letter، تعالى نكتب ايه الحرف اللي هو ناقص عندي. yes زيبرا زيبرا، فوكس فوكس، يبقى هنا الزي هو اللي ناقص، فوكس اللي هو اكس، يات يا يا يات يس اللي هو حرف الواي. لغاية هنا اوكي ليتس كومبليت، يلا نكمل. يس هنا بيقول لي ليتس بي سيف، ليتس بي سيف، يلا بينا او هيا بنا نكون في امان. listen and point، استمع واشر. طبعا كلنا عارفين ان في حاجة يا ولاد اسمها traffic lights، اشارات المرور بالانجليزي اسمها traffic lights، traffic lights اللي هي ايه اشارات المرور. عندي كلمة light يعني ضوء لوحديها، traffic يعني مرور، على بعضيها الكلمة traffic lights، traffic lights اللي هي اشارات المرور. طبعا عندي stop stop، طبعا كلنا عارفين اشارات المرور الوانها red يلو جرين، احمر اصفر اخضر. يس الاحمر يبقى ايه ستوب ستوب، الاخضر جو جو. يس اذهب يعني يس. وعندي هنا بيقول لي جايب لي كروس ذا رود، عبر الطريق، كروس ذا رود عبر الطريق، يعني العلامة دي بيكون معناها يلا عدي. يس وطبعا ستوب اللي هو لما يكون إشارة المرور لونها أحمر يبقى كده هنقف، قف معناها قف، لما تكون أصفر يعني استعد، أخضر go، cross the road يعني أعبر الطريق. هنا جايب لي بيقول لي برضو cross the road، هنا طبعا go وستوب توقف. yes قال لي هنا safety الأمان، issues اللي هي القضايا عندي، safety الأمان. yes look and match بيقول لي انظر ووصل، طبعا هنا جايب لي 1 2 3 وجايب لي A B C، هوصل المناسب ليها. cross the road يبقى هوصل بالصورة دي، stop اللي هي الأحمر، go اللي هي الأخضر. yes now say بيقولوا بعد كده هتقولهم تاني، stop go cross the road، stop go cross the road، stop go cross the road. yes لغاية هنا اوكي let's complete، يلا نكمل سنة اولى. هنا بيقول لي project، تعال نعمل مشروع. بيقول لي work in groups، اعمل في مجموعات. draw and make a traffic sign،
ارسم واعمل ايه اشارة او علامة مرور. طبعا محتاجين ايه يا ولاد؟ محتاجين papers، محتاجين ورق اوراق، colors الوان، ومحتاجين ايه؟ glue صمغ، و scissors ومقص. yes طبعا ده زي ما احنا شايفين هنا عاملين stop. yes وزميلنا هنا راسم اشارات المرور اللي هم الوانهم yes احمر اصفر اخضر، stop yellow green yes احمر red اللي هو stop، yellow يعني معناها استعد، go اللي هو اذهب yes او ايه cross the road اعبر الطريق بيكون اللون الاخضر، stop طبعا اللون الاحمر yes. لغاية هنا اوكي let's complete yes. هنا بيقول لي show and tell وضح واخبر، show and tell وضح واخبر، طبعا هنا يعتبر review مراجعة على الدرس بتاعنا yes. هنا cross the road، cross the road اللي هي اعبر الطريق yes. بيقول لي هنا number 2 unit review، طبعا review المراجعة دي على الوحدة، look and draw انظر وارسم، vocabulary المفردات، car bike motorbike bus truck van train yes. phonics زي ما خدنا الصوتيات x x y y z z box u u u u zoo yes. issues اللي هي عندي safety الأمان، طبعا عشان نحقق ده لازم نتبع إشارات المرور yes اللي هما stop لأن أنا بعمل stop توقف اللي هو لون red الأحمر، go اذهب اللي هو اللون الجرين أخضر، cross the road واعبر الطريق yes. project مشروع هنا انك انت بتعمل اي علامة من علامات اشارات المرور. لغاية هنا اوكي let's complete. هنا بيقول لي وقت اللعب play time، play time وقت اللعب yes. بيقول لي look count and write، look count and write انظر وعد واكتب، cars bus bicycle yes vans trains، vans trains. بيقول لي هنا I can see زي ما اتفقنا لما بقول انا استطيع ان ارى او انا شايف حاجة معينة انا ارى اقول I can see، I can see three cars. هعد هنا في الصور دي هعد كام سيارة موجودة في الصورة الاولانية دي كام سيارة موجودة، 1 2 3 I can see three cars. I can see how many bikes. Yes, تعال نعد مع بعض. 1 2 3 4 أقول I can see 4 bicycles. Bicycles or bikes. Yes, bicycles. I can see 4 bicycles. هنا أقول I can see how many bus. I can see how many bus. Yes, I can see one bus yes one واحد بس اهي. I can see how many trains كم عدد القطار، 1 2 اقول I can see two trains. وزي ما احنا اتفقنا ان الانجليزي ما فيهوش مثنى، لو اتنين يعتبر جمع او اكتر يعتبر جمع، عندي مفرد وعندي جمع، ما عنديش حاجة اي حاجة اسمها مثنى في اللغة الانجليزية غير العربي، عندي في الانجليزي يبقى مثنى يعتبر جمع، ما ننساش الحتة دي مهمة يا ولاد. I can see two trains yes، ونلاحظ اضافة s للكلمة في الجمع. I can see how many vans كم عربية نقل هنا، 1 2 3 4 5 اقول I can see 5 vans I can see 5 vans. لغاية هنا اوكي let's complete. الدرس ده بيقولي play time يعني بيراجع لي المفردات اللي احنا لسه شرحينها من شوية yes. لغاية هنا okay let's complete يلا نكمل yes. هنا بيقولي number one look and draw انظر وارسم، عندي happy face and sad face، happy face sad face، عندي وش مبتسم happy سعيد و sad face وجه حزين.
هنا عندي يا ولاد في مجموعة صور لسلوكيات بيعملوها في الطريق، فهل هي السلوكيات دي مناسبة؟ لو هي مناسبة مثلا أو صحيحة بعمل هابي فيس، لو السلوكيات دي غلط خاطئة هعمل ايه؟ ساد فيس، اللي هو وش إيه؟ وجه ايه؟ زعلان يس أو حزين. تعال نشوف هنا عندي واحد اهو بيسوق السيارة بتاعته بمسك التليفون بيلعب فيه، ينفع كده يا ولاد او بيشتغل فيه؟ ينفع كده طبعا نو. هعمل ايه؟ ساد فيس. يس هنا ينفع وانت معدي الطريق زي زميلنا هنا معدي الطريق ومسك التليفون بتاعه؟ طبعا ساد فيس. يس هنا الاولاد هنا معدين مع مامتهم ماسكين ايدين مامتهم، يبقى كده ايه؟ هابي فيس، يبقى كده سيفتي امان. يس هنا زميلنا هنا عامل حزام الأمان في السيارة ومطبق القواعد بتاعة المرور، يبقى ايه؟ هابي فيس. يس هنا زميلنا ده مع مامته اهو بيبص يمين وشمال، ويعني مش اصلا بيبص، لا كمان بيبص من ناحية واحدة، فطبعا ايه؟ ساد فيس، ما ينفعش كده. او ممكن هو لو احنا اعتبرناها هابي فيس على اساس ماسك ايد مامته، يعني مش بيعدي غير وهو ماسك ايد مامته، يبقى ايه؟ هابي فيس. يس هنا برضو ينفع بيلعب بالفوتبول بكرة القدم هنا وفي الطريق والسيارات معدية، طبعا ايه؟ ساد فيس. يس ده بلاي تايم، جاست ايه؟ بلاي تايم، وقت اللعب. يس لغاية هنا اوكي ليتس كومبليت. ده برضو بيراجع لي على الكلمات اللي في الوحدة او زي بنحقق الامان. يس هنا بيقول لي ريفيو 3، مراجعه الثالثه، بيقول لي listen and point، استمع واشر. طبعا زي ما خدنا jobs الوظائف، خدنا transports اللي وسائل المواصلات، وخدنا clothes الملابس. دي حسب ما المس بتشاورلك، طبعا تعال راجعهم بسرعه. dentist طبيب اسنان، teacher مدرس او معلم او معلمة، انجينير مهندس، دكتور دكتور، فيت طبيب بيطري، فاير فايتر رجل اطفاء، وعندي بليس اوفيسر اللي هو ضابط شرطة او سواء مذكر او مؤنث. هنا ترانسبورت سبورتس اللي هي وسائل المواصلات او وسائل النقل، عندي كارز كار، بايك او اور بايسكل، تراك، روكيت، ترين، فان، بس بس. يس عندي clothes الملابس، تي شيرت، سكيرت، شوز، بانتس او اور تراوزرز، بانتس اور تراوزرز، وعندي ايه تاني؟ سويتر، وعندي سوكس. يس حسب المس طبعا هتشاور لك وانت بتشاور على الصورة اللي هتقول لك عليها المس او المستر اللي بيديك. نمبر 2 بيقولي point، ask and answer، اشر واسأل واجب. What can you see؟ زي ما احنا قلنا I can see، واقول الحاجة اللي انا شايفاها. What can you see؟ انت شايف ايه؟ Yes هنا طبعا زي ما احنا عرفنا حالة الطقس، عندي sunny مشمس، cloudy ملبد بالغيوم، windy يعني عاصف، rainy ممطر، عندي هنا hot حار، cold بارد. Yes لغاية هنا اوكي let's complete. ده مجرد مراجعة على الكلمات اللي عدت خلال الوحدة. يس هنا برضو what can you see، مراجعة ده برضو على الكلمات بتاعتي. عندي بيقولي revision of vocabulary and language from units 10 to 13، من وحدة العشرة لغاية الوحدة 13. يس لغاية هنا اوكي let's complete. يس هنا بيقول لي number one، learn to write with BZB، تعال نكتب مع النحلة المشغولة. قال لي look and write the missing letter، تعال انظر واكتب الحرف اللي ايه؟ المفقود، يعني الحرف اللي مش موجود. رسمة ايه دي؟ اج اج اج، يبقى حرف الاي. فيت فيت حرف الاي. يس بعد كده ليف ليف اللي هي ورقة، ل ل ل ليف. دينتست دينتست يبقى حرف الاي. mother mother اللي هي ماما او مام مام، حرف ام مام. يس هنا عندي ماب ماب يبقى حرف البي. يس لغاية هنا اوكي let's complete، يلا نكمل.
السنة بيقول لي look read and match، انظر واقرأ ووصل. طبعا it's، وجايب لي هنا حالة الطقس it's، وبعض الكلمات it's a و it's و it's و it's a. تعال نشوف هنا sunny، الكلمات sunny windy cloud rainy rainbow. طيب هنا بيقول لي it's a it's cloud، اللي موصلها لي اول واحدة it's cloud. yes. تعال نشوف number 2، هقول it's a، ده رسمة a دي rainbow rainbow. yes. ينفع اقول it's rainbow ولا it's a rainbow؟ it's a rainbow. yes. اللي هي دي مع اخر واحدة. yes. هنا number 3 هقول it's a يا ولاد it's rainy it's rainy، انه ممطر. طيب هنا it's a it's sunny it's sunny it's windy it's windy، اللي هو ايه؟ عاصف. yes. زي ما انتوا شايفين كده شكل السحابة، وبتنفخ كده زي في نفخة من فم الموث بتاعها، فيبقى كده اتعلمها ان دي معناها ايه؟ windy windy. yes. لغاية هنا اوكي let's complete. كلها دي طبعا مراجعة على الكلمات اللي عدت. yes. هنا سنة أولى برضو بيقولي now I can say، الآن أستطيع أن أقول. yes. طبعا وسائل المواصلات لسه جايلينهم، والوظائف وكلوذس الملابس. yes. وهنا برضو عندي egg eggs lemon moon windy jump van fox yogurt zebra، اللي هو الحمار الوحشي. yes. وبكده يبقى خلصنا يونت 13، الوحدة 13، وإن شاء الله نكمل في الفيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.